السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع خمس قضايا التي اتهم فيها سموئيل إتو رئيس الاتحادية الكاميرونية ستكون سبب وصول جزائر مونديال 2022 كأس العالم قطر بإذن الله تعالى. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك حتى يصلكم كل ما هو جديد. تحية الجزائر وأهل الجزائر، وتحية لكل المتابعين الذين معي على القناة والذين يسمعون هذا الفيديو. أخوان وأخواتي، لا تنسون وضع اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد، وهذا فضلا وليس بالأمر. شكرا أحبتي. القضايا التي اتهم بها سموئيل إتو وما زالت حتى الآن: القضية الأولى، الاتحادية الكاميرونية اتهموا بشراء الحكام، وكان ذلك في بطولة كأس الأمم الإفريقية للإناث التي انتهت من أسبوعين تقريبا. أما التهمة الثانية كانت التهرب الضريبي في إسبانيا، نادي برشلونة من عام 2006 و2009 ولحد الآن لم يدفع الغرامة المالية التي تقدر 3 مليون دولار. أما التهمة الثالثة كانت أنه رئيس غير شرعي للاتحادية الكاميرونية، لأننا نعلم بنص مادة بالقانون الرياضي أنه لا يجوز لرئيس اتحاد الكاميرون أن يحكم عليه عقوبة 3 أشهر. طبعا هو محكوم عليه تهرب ضريبي 22 شهر. أما القضية الرابعة وكانت هي كانت قضية الحكم بكاري جسامة ورشوة فساد كان موجود في الاتحادية الكاميرونية، حيث أن السكرتيرة التي اتهمها بالسرقة ورشوة هي من رفعت عليه قضية بأنه يتلاعب ببعض المباريات، رشوة وفساد واضحة جدا. طبعا وبكاري جسامة طبعا الكل عارف بهذا الخبر. وأيضا لا ننسى بأنه الرئيس المدير التنفيذي للاتحادية الكاميرونية طبعا استقال بسبب أنه لديه معلومات كثيرة عن الرشوة التي يقوم فيها الاتحاد الكاميروني اللي هو رئيس الاتحاد الكاميروني إتو. أما الخامسة كانت العقوبة على الاتحاد الكاميروني. طبعا الكل يعلم أنه قضية الحكم بكاري جسامة رشوة وفساد، بالإضافة لمقالته السكرتيرة الخاصة بالاتحادية الكاميرونية، طبعا يعلمها الكثير. أما بالنسبة لتأخر في قرار محكمة الرياضية أو الطاس الدولية بالقرار النهائي بالنسبة للجزائر، هذا بسبب القضايا المتراكمة على إتو، وسبب أيضا المحكمة الرياضية لم تصدر الحكم عليه يوم الخميس 28/7 كان أيضا بسبب القضايا الكثيرة المتراكمة عليه. أما القضية الخامسة كانت العقوبة على الاتحاد الكاميروني بسبب سموئيل إتو وإقالة المدير طبعا بسبب سموئيل إتو وهو إقالة المدير الفني السابق، إقالة المدير الفني السابق البرتغالي تم إقالته، وعقوبة 2 مليون دولار بسبب بند في العقد عليه بدفع 2 مليون بسبب هذا المدير الفني الذي أقاله، وسيتم حبسه إذا لم يدفع هذه الغرامة. طبعا جميع هذه التهم هي كانت سبب التأخير.